معكم على نص موقع عرفني.com في الحلقة التقنية. في موضوع النهاردة هنتكلم هل يمكن فعلا ربح آلاف الدولارات عن طريق الإنترنت بشكل شهري. كتير من المواضيع المنتشرة في المحتوى العربي بشكل كبير بتتكلم عن ربح مبلغ معين بشكل ثابت شهري عن طريق الإنترنت نتيجة لتنفيذ بعض الخطوات اللي هي بتكون تحميل برنامج، تثبيت أداة، أو تسجيل في موقع، أو إنك تبدأ تشوف إعلان، أو إنك تبدأ تثبت أو تبدأ تنفذ بعض الخطوات اللي بتكون غرضها ترويج لموقع ما أو لمنتج معين أو لبرنامج معين. فهل أنت شايف فعلا إن المجهود اللي هتقضيه قدام جهاز الكمبيوتر عشان تبدأ تنفذ الخطوات دي يقدر بالمبلغ ده؟ بالتأكيد لا. تأكد إن أي خطوات بتبدأ تنفذها مثلا زي الترويج لبرنامج أو الترويج لموقع، المستفيد في الموضوع ده ما بيكونش أنت، المستفيد بيكون الجهة اللي مثلا نشرت الموضوع او الجهه اللي وضحت الموضوع، بحيث ان بيكون الربح ليهم نتيجه ان في اشخاص كتيره جدا بدات تتبعهم او بدات تنفذ الخطوات ديت بدلا عنهم. تمام. طيب ازاي انا مثلا دلوقتي مطلوب مني ان انا اروج الموقع او انا ابدا اشهر موقع، بس انا كشخص لوحدي مش هقدر انشره او مش هقدر اروج له بشكل مناسب، فانا ابدا اعمل موقع ما وابدا اقول ان مثلا هيبدا يروج للمنتج ده او البرنامج ده هيبقى له مبلغ معين او مبلغ ثابت، فانت بدورك او اكتر من شخص يبدأ يروجوا للمنتج بدلا عن الشخص الاساسي. فهنا الربح بيكون للشخص الاساسي ما بيكونش ليك انت. انت وظيفتك انك بتبدأ تنشر البرنامج او الموقع زيك زي غيرك او زيك زي الاف غيرك بيبدأوا يروجوا للموقع او المنتج بدون اي ربح. طبعا اللي انت بتعمله في الموقف ده انك بتشوف مثلا انك ربحت دولار او دولارين، وانت عندك الدفع بيكون مثلا 100 دولار، فانت بتشوف ان 100 دولار ده رقم كبير جدا مش هتقدر توصل له، فبتبدا تسيب الموقع او البرنامج ده وتبدا تروح لموقع وبرنامج تاني. وطبعا الموضوع بيبدا يتكرر بشكل كبير انك تبدا تقضي مجهود او وقت قدام مثلا المواقع او البرامج ديت بدون ربح اي شيء فعليا. فالاجابه على موضوع الفيديو بالتاكيد لا، ما تقدرش تكسب اي شيء او ما تقدرش تحصل على اي شيء نتيجة لتنفيذ الخطوات ديت او انك تبدأ تمشي ورا المواضيع ديت، لانها في النهاية مش هتعود عليك بأي شيء. طيب امتى اكون قادر على تحقيق ربح من الانترنت؟ الموضوع ده بيكون متوقف ان يكون عندك خبرة في مجال معين، مش بالضرورة المجال ده يكون مرتبط بالويب، بالعكس ممكن يكون مجال بعيد تماما عن الويب. لو قلنا مثلا انك بتفهم في الميكانيكا او في الهندسة او في او بتدرس مادة معينة، فانت الخبرة دي بالتأكيد تقدر تنقلها على الانترنت وتحقق منها ربح مثلا عن طريق الاعلانات، انك تبدا تنشر المواضيع عن المجال اللي انت فاهمه او الموضوع اللي انت فاهمه بشكل كبير تبدا توضحه للناس فيبدا يجي لك ربح عن طريق الاعلانات. وهنا نيجي لنقطه مهمه اللي يوصلك ما بين المجال اللي انت فاهم فيه والربح منه عن طريق الانترنت، ان يكون بس عندك بعض المفاهيم عن الربح من الانترنت، بس تكون فعلا مفاهيم صحيحه، بعض الادوات اللي بيتم استخدامها، بعض الخطوات اللي بيتم استخدامها. وده ان شاء الله ممكن نبدا نقدمه في فيديوهات جايه، ازاي تبدا تستثمر او تبدا تحقق ربح من مجال انت فاهم فيه عن طريق الانترنت. فزي ما وضحت الربح من الانترنت بيعتمد بشكل كبير ان يكون عندك خبره في مجال معين، وطبعا الخبره لوحدها مش كفايه لان لازم أن يكون عندك بعض المفاهيم او تكون فاهم ازاي تبدا تستفاد من الخبره ديت او انك تبدا تحقق منها ربح على الانترنت. فالوقت اللي بتقضيه في نشر رابط او تحميل برنامج او مشاهده اعلان او تنفيذ بعض الخطوات اللي تم ذكرها في الفيديو، حاول تستفاد بالوقت ده انك تبدا تتعلم موهبه جديده او تبدا تتعلم برنامج جديد او تبدا تتعلم شيء جديد على الانترنت من خلاله تبدا تحقق ربح فعليا. طبعا بدل ما تبدا تحقق بس ارقام وهميه او مبالغ وهميه في حساباتك وانت مش قادر فعلا تحصل عليها. كمان اعتقاد ان اللي قادرين يحققوا ربح من الانترنت لازم يكونوا فاهمين في التصميم او التكويد او البرمجه، ده مفهوم خاطئ تماما. طبعا لو عايزين في الفتره الجايه نبدا نهتم بالموضوع ده اكتر ونبدا ننزل فيديوهات عنه او مواضيع عنه، ازاي تبدا تحول خبرتك في مجال معين او موهبتك في مجال معين للربح من الانترنت، بالتاكيد ارسيبه في التعليقات الخاصه باليوتيوب او التعليقات الخاصه بالموقع. ده كان اول فيديو في سلسله الحلقات بتاعه موقع عرفني دوت كوم. بالتاكيد لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو ده ما شفناه على اليوتيوب تعمل سبسكرايب، بننزل فيديوهات بشكل مستمر. كمان تقدر تتابع صفحتنا على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، جوجل بلس، كمان تقدر تزور الموقع عشان تتابع المواضيع الكتابيه. اسف بسبب الصوت او انا ظهر في فيديو مرهق بشكل كبير، طبعا ده بسبب الصيام لان انا بسجل الفيديو الساعه 11 صباحا. ده كان موضوع النهارده وفيديو النهارده، ولغايه هنا ينتهي الفيديو. كان معاكم عمر نصار، موقع عرفني دوت كوم.